استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير مساء هذا اليوم المهنئين من أهالي محافظة المحرق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص جلالته على عقدها مع رجالات البحرين وأبنائها الكرام من جميع محافظات المملكة. قد تشرف الأهالي بالسلام على جلالة الملك المفدى معربين عن خالص التهاني بحلول الشهر الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على جلالته وعلى جميع أهل البحرين بوافر الصحة والسعادة والخير، كما أعربوا عن جزيل الشكر وبالغ الامتنان لجلالة الملك المفدى على ما تحظى به محافظة المحرق وأهلها الكرام من رعاية واهتمام من لدن جلالته حفظه الله، مثمنين توجيهات جلالته السامية لتنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية في المحافظة. خلال اللقاء رحب جلالته بالجميع وبادلهم التهنئة بالشهر الكريم، وأعرب جلالته عن تقديره للمواقف المشرفة والمشاعر الوطنية التي يبديها أهالي محافظة المحرق تجاه وطنهم، مشيدا بالجهود والإسهامات الرائدة التي سطرها رجالات هذه المدينة العريقة في تاريخ العمل الوطني ونهضة البلاد الحضرية. أكد جلالة الملك المفدى أن شهر رمضان المبارك هو مناسبة طيبة تتعزز فيها قيم التواصل والتآلف والوحدة الوطنية التي امتاز بها أهل البحرين عبر تاريخهم القديم والمعاصر، والتي مكنتهم من تخطي الكثير من الصعاب بفضل تكاتفهم وتضافر جهودهم لخدمة وطنهم، داعين الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير والبركة وعلى مملكة البحرين بالأمن والأمان والازدهار. Thank you.
وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى فضيلة الشيخ راشد بن حسن البوعينين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كلمة بالنيابة عن أهل محافظة المحرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. خير البداية تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. بارك الله. كلمة أهالي محافظة المحرق يلقيها نيابة عنهم فضيلة الشيخ راشد حسن البوعينين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة، الأخوة والأخوات، الحضور الكريم من أبناء المحرق العزيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم يا صاحب الجلالة أن أقف بين يدي جلالتكم حفظكم الله ورعاكم في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان المعظم. وأهالي المحرق قدموا لجلالتكم من أرض الآباء والأجداد التي تعتز فخراً بتشريف جلالتكم الدائم لتلك الأرض الطيبة التي احتضنت منذ قديم الأزل رجال الفتح العظيم من آل خليفة وصحبهم الكرام. مهنيين ومباركين لكم حلول هذه الشهر الفضيل، سائلين المولى عز وجل أن يعيد على جلالتكم وأنتم ترفلون بأثواب العزة والبهاء وعلى جميع بالخير والبركة. مولاي صاحب الجلالة، كلفت من قبل أهالي محافظة المحرق العريقة أن أحمل إلى جلالتكم رسالة تتزين حروفها بكل معاني الحب والوفاء والولاء للقيادة الحكيمة ولآل خليفة الكرام، فهم يجددون البيعة لجلالتكم ويعلنونها بكل حب وإخلاص ويطلقونها كلمة واحدة من قلب واحد، كلنا ولاء ومحبة لجلالة الملك المفدى. هذا الحب
والولاء الذي ورثناه من الآباء والأجداد ووصلناه إلى الأبناء وسيستمر إلى الأبد بإذن الله تبارك وتعالى. سيدي صاحب الجلالة، إن أهالي محافظة المحرة بكل أطيافهم معكم يد واحدة وقلب واحد في مشروعكم الإصلاحي الكبير الذي أرسيتم أدعامه وثبتتم أركانه بتوافق أبناء شعبكم الوفي عليه بنسبة تاريخية، وفي يوم تاريخي وهو يوم التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي رسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ودولة القانون وفق مشروع عظيم لا يطلقه إلا العظماء لتأتي أشادة به من كافة دول العالم. إننا يا جلالة الملك نعلم بكل فخر واعتزاز عن كل ما تحقق في عهدكم الزاهر المجيد من إنجازات عظيمة على أرض مملكتنا الغالية في جميع المحافظات، من مشاريع إسكانية وصروع تعليمية ومرافق صحية وتوسع عمراني ومدن جديدة ودور العبادة، والقادم من المشاريع الحيوية والهامة أجمل بإذن الله تبارك وتعالى للارتقاء إلى الحياة الكريمة التي وعدتمونا بها جلالتكم حفظكم الله ورعاكم. إن أهالي محافظة المحرق يا صاحب الجلالة سعدوا بمكرمة جلالتكم لأهالي محافظة الشمالية بافتتاحكم حفظكم الله ورعاكم للمشروع الإسكاني الضخم الذي يحمل اسماً عزيزاً علينا جميعاً، وهو مدينة سلمان تيمناً باسم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، تقديراً لجهود سموه الحثيثة والمخلصة ومساهمات النوعية والمتميزة في خدمة الوطن. وهو شرف للجميع نبارك من خلاله لأهالي المحافظة الشمالية بكل مدنها وقراها على هذه المكرمة الملكية السامية. قبل أيام قليلة استقبل أهالي المحرق مكرمة جلالتكم بإعادة فرجان المحرق ببالغ الفرح والسرور هذا المشروع الذي يرمي إلى عودة أهالي المحرق إلى مدينتهم لتعود فرجان المحرق بعوائلها الكرام كما كانت أبواباً مفتوحة وقلوب محبة وولاء دائم لا ينتقع لا ينقطع، رافعة راية البحرين عالية خفاقة فوق كل مدن، فوق كل منزل من منازل أم المدن كما سميتموها. مولاي حضرة صاحب الجلالة، إنني من منطلق الأمانة التي حملتها من قبل الأهالي أعرب لجلالتكم عن رغبة أهالي محافظة محرق بإصدار توجيهاتكم الكريمة السامية لبناء الجسر الرابع الذي يربط بين محافظة المحرق بالعاصمة الأم وتوسيع الطرق وإعارة بناء وتأهيل حديقة المحرق الكبرى وإنشاء المدارس الحديثة في بناء المناطق والمراكز الصحية، مع خالص الشكر والامتنان لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم على ما تشهد الخدمات الصحية والطبية من تطور عظيم وما يلقاه التعليم من لدن جلالتكم من اهتمام ودعم كبيرين. وإننا ننتهز هذه الفرصة العظيمة لنهن جلالتكم وشعب البحرين على الاكتشاف التاريخي لأكبر حقل نفطي في عهدكم الزاهر، عهد الخير والرخاء والعطاء، سائلين المولى أن يجعل عام خير علينا جميعاً، كما لا نغفل عن الإنجازات الرياضية التي حققها أصحاب السمو إنجاز جلالتكم حفظهم الله ورعاهم وأبناء الوطن المتميزين على المستوى العالمي في المجال الرياضي، ليرفعوا راية البحرين والوطن عالية خفاقة في كافة المحافل العالمية. كيف لا يكون عهد الخير والرخاء وإنساي جلالتكم تسمو حتى على المسيئين وتصفح على المخطئين، لتأتي مكرمة جلالتكم بتخفيف الأحكام على المدانين في بعض القضايا شاهدة للعالم بأسره. كيف أن البحرين تنعم بملك قادر فيعفو ويصفح ويقدم الحب لأبناء وطنه. ونقدم في هذا المقام الكريم رسالة الشكر وعرفان لقواتنا الباسلة المسلحة وما تقوم به من مهام وطنية داخل وخارج البلاد حماية الوطن وحفاظاً للأمن منطقة التحالف العربي، ولوزارة الداخلية جزيل الشكر والتقدير لما تقدمه من خدمات جليلة ومتطورة والكفاءة العالمية لكافة منتسبي قوات الأمن العام ورجال أمننا المخلصين في كافة المجالات، ومشروع الشراكة المجتمعية الذي أسهم بتعاون كافة المواطنين والمقيمين. ولا ننسى شهداءنا الأبرار، شهداء الواجب، فهم رمز عزتنا وكرامتنا ومثال يقتري بهم أمام أبنائنا، وهم رمز للوطنية والإخلاص والثناء
في عمل وساحة المعركة، لذا تعجز الكلمات عن وصفهم ومدحهم والتعبير عما بداخلنا عما قدموه من أجل وطننا. ونقول فيهم قول الحق تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. سيدي صاحب الجلالة، لا أملك إلا أن أتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وأن يسدد على الدرب خطاكم وأن يبارك في جهودكم ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية والأمن والأمان ولسائر بلاد المسلمين والمشاركين والشهداء الأبرار. كما نتوجه بخالص الشكر والعرفان وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظ الله ورعاه رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الكريم، وكل عام والبحرين عزيزة بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تحدث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني مرحبا بكم وبمن تمثلون من أهل المحرق قرة العين أن هنئكم بهذا الشهر وأن نبادلكم التهاني، داعين الله عز وجل أن يعيد على الجميع بالخير والبركات. احنا لا شك كثير من الأمور يجب أن تقال، لكن إن شاء الله لها وقتها. أما اليوم هو يوم أن نهنئكم وأن نعلن عن احتفالات ستكون بإذن الله في محافظة المحرق، أولها مئوية التعليم، لأن التعليم انطلق من المحرق، التعليم الرسمي. وثانيهم ما يسمى بطريق اللؤلؤ الذي بإذن الله نفتتحه. وقصة اللؤلؤ معروفة عند أهل المحرق وعند العالم، بل نقدر نقول أنه أول مشروع أو نشاط وضع البحرين على خارطة العالم. عرفت البحرين باللولو الجيد، حتى أصبح اليوم كل اللولو الطبيعي في العالم يسمى بحريني، مو بشرط أنه من بحر البحرين، لكن لأنه طبيعي يسمى بحريني، لأن أجود الأنواع في مياه البحرين ولله الحمد. ربما الشيء اللي هو في خاطرنا وفي خاطركم من قديم، ولكن إن شاء الله بالصبر القليل نصل، وهو إعادة بناء الفرجان القديمة. فإذا قدرنا نرتبها المسألة بشكل أن لو بعض العوائل تعود إلى البيوت القديمة، هذا بيكون شيء يسعدنا في الواقع. طبعاً يوازي هذا الشيء اللي طبعاً من قديم وأنا أريد أعمله، اللي هو ترميم قصر الجد الكبير الشيخ عيسى بن علي. فإذا هذا اكتمله، رد شكل المحرق القديم اللي كانت معروفة بعاصمة الخليج والمركز الحضري في الخليج، وإن شاء الله هذا مو بشيء صعب، هذا كله بنيان
لأن الناس هم ما تغيروا، وإمكانياتهم لله الحمد ما تغيرت، فهم للآن منارة للثقافة والعلم، وهذا ما يميزهم عن ناس كثيرين. فعلى كل حال أهلا وسهلا بكم في مجلسكم، وأنا الليلة سعيد وفرحان كثير بشوفكم، فكل عام وأنتم بخير. شكرا. ثم ألقت الشاعرة موزة عبد الله المنصوري ضم الوجدان قصيدة بعنوان ألا مغلاك في قلب المحرق. قالت فيها: ألا مغلاك في قلب المحرق، هذه قصيدة نظمتها وتلقيها الشاعرة موزة عبد الله المنصوري ضم الوجدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدين اليوم جدا بلقائك يا طويل العمر، ونحس ان اليوم يوم عيد، عيدنا يا اهل محرق شوفتك. طبعا الشعر ترجمان النفس، واللسان ترجمان القلب، وهذه القصيده كتبتها باسم اهالي اهل المحرق، اعتبرها هم اللي كتبوها لك وهم اللي قدموها لك يا طويل العمر. قلت: مساء الشعر وايات البلاغه دايره بفلاك، تسير بمحكمة وزاني على طرق ضواقيله، يقولون الشعر نفثات شيطان وغياب دراك، وانا صغت الجزايل عقب تصفيده وترحيله، بديت بحمد ربي واعتلت ذاتي غصون الراك، تعطر حسها مدح ودوت بالقاف تهليله، الا يا طربة الابيات فيني لاحضر طرياك، مثل طربة شعور البن لا من قلطه هيله، هلا بك هلا بك يا حمد في مجلس أشعاري وخذ مركاك، خفوق لا تقه وهيبتك دارت فناجيله، ولا تحمل الحروف إلا على ملفاك، يزين الشعر بأفعالك ويدني لي معاميله، هلا بك سيدي من راس عزك لفخر مطاك، فخر مطاك في عين السماء والشمس تدنيله، تشوفك ويتهلل وجهها سبحان من سواك، سحرها سيف مجدك يا الخليفي وسرجت خيله، تسولف ما لها سيره سواك ولا تريد سواك، سحرها سيف مجدك يا الخليفي وسرجت خيله، تسولف ما لها سيره سواك ولا تريد سواك، ذهبها من قلايد عهدكم صاغت تفاصيله، نصينا وكان المحرق بلهفة شعرنا تنصاك، عطتنا من سلام القلب در صعب تحصيله، تقول العز في عزك وترضى روحها برضاك، تقول ان الصيام بغيبتك وفطارها الليلة، تقول انك أملها واسعد ايام العمر لقياك، تقول العهدين رقابنا والقلب يوفيله، ألا مغلاك في قلب المحرق يا حمد مغلاك، عسى وصلك علينا يا حمد ما ينقطع سيله، مليك خصك التاريخ واعطاك الفخر واغناك، تسامى منك واذهله التواضع يوم يبديله، فعولك تسبق احلامك وفعلك تسبقه يمناك، كسب جودك رهان الجود وانت اكبر مداهيله، وكانك يا حمد حالف على الانجاز ما ينساك، يشوفك ويتبسم كل ما تشعل قناديله، صروف الحكم تحتاجك ودايم تحتمي بحماك، ألا يا حلمك بعفوك ويا مقواك في شيله، تشوف الشاردة ويطير من فوق الشرود دهاك، يركعها على راي حكيم ما عرف ميله، ألا مكبرك في عين الزمان ويا كبر مسعاك، بتقديرك شباب اليوم صاروا من رجاجيله، سرى خيرك بروق تعتلي صهوة جواد خطاك، وهلت مكرماته طيب تروينا هماليله، تسامت نظرتك لأبعد من الممكن ولا يخفاك، ولا شفت المحال أقصاك بالتلواح توميله، يجيك ويرتوي شف الصعايب فيه يوم جاك، تحديت الصعب واليوم تنعم في مظاليله،
تسوق التم من جوفك، ولو طفل لفاين خاك عطيته زود عن حلمه دلال فوق تدليله. حمد تابطي السنين ولا لقيت مثلك ولا شرواك، نشوفك في عيون الوصف حلم صعب تأويله، جمعت الشعب كله في يمينك وانصفك مبداك، نبذت التفرقة من يوم غيرك زاد في ميله. سؤالي من بعد فوز القصيد بشوفة محياك، نجاحك رغم انفعداك من يصل مواصيله، حفظك الله لبلادك وكل من هو عليها فداك، زرعت الطيب وقطف مننا جملة محاصيله. وسلامتكم. ثم قدم سعادة السيد سلمان عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق هدية تذكارية لجلالة الملك، عبارة عن لوحة للفرجان الأربعة المري والعمامرة بن هندي والقمرة، والذي أمر جلالته بإعادة تأهيل وترميم هذه الفرجان الأربعة. وبهذه المناسبة رفع سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم جميع أهالي محافظة المحرق خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على مكرمات جلالته الدائمة إلى محافظة المحرق وأهلها الكرام. وأكد سعادة المحافظ أن هذه الزيارة تعتبر تشريفا لأهالي المحرق كافة خلال ليالي هذا الشهر الفضيل، وتأتي تأكيدا وترسيخا لمكانة المحرق وأهاليها الكرام لدى القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها. وأضاف سعادة المحافظ أن ما تشهده البحرين من تطور بفضل رؤية القيادة الحكيمة الثاقبة وثوابت المشروع الإصلاحي الكبير الذي تلمس منجزاته الآن، وهي مقبلة على المزيد من الازدهار في مختلف المجالات. وأكد سعادة المحافظ أن ما يميز مجتمعنا البحريني بشكل عام والمحرق بشكل خاص في مثل هذا الشهر الكريم هو تواصل مثل هذه الأجواء الروحانية الجميلة والمتمثلة بالزيارات الاجتماعية.